السلام عليكم. نعم. حكم يا شيخ في الزوجة الناشز، أنا واستنفذت معها كل الطاقة في محاولة إصلاح البيت وليا منها بنت. والله واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن، لكن كانت هي قوية عليك أكثر من هذا فهي تفرق يغني الله كل من سعته، إذا عجزت تماما عن الإصلاح. لكن هل هي يعني فيها خصال طيبة ثانية ولا كلها خصال سيئة؟ هي أسوأ فيها أنها ما بتسمعش الكلام خالص خالص. يعني مثلا قلت لها لا تخرجي، قالت سأخرج، لا تخرج من يعني من بدون علمي، وبعد ما ارتاح تقول لي مثلا معلش وتتأذى. لا كده سهلة، لعل ضرورة عرضت لها. هي سلوكها طيب في الجملة؟ لا شديدة. لا ما اتكلمش على كده، لا لا سلوكها مع رجال الآخرين يعني. أنا أصلا ما بخرجهاش يا شيخ، ما بتشوفش ما بتشوفش الشارع. لا ما بخرجهاش. طب ما أنت برضه متشدد شوية كده. لا يعني الله المستعان، سدد وقارب، لأنك نصيحتي تغيرت لك. انظر في أمرك فلعلك تدفعها إلى تصرفات خاطئة. وقد قال النبي حاطب ما حملك على ما صنعت، وكما يقولون قال الجدار للمسمار لم تشقني، قال لسلمان يدقني.